لما تعمل مقلب في منطقة نظيفة ومنطقة شعبية. المنطقة النظيفة خد يا كابتن. بقول لك على زي يوم تعبيت ايه يا عم؟ بقول لك امك عامله ايه؟ ايه اللي زي هم؟ انت تعبيت؟ امك عامله ايه يا عم؟ مجنون هو يا عم. خد يا عم رف ايه. خد. المنطقه الشعبيه بقول لك يا صاحبي. بتعرف امي يا عم؟ بقول لك ازاي امي يا عم؟ في ايه ولا سلكه؟ سلكه مين يا عم؟ سلكه مين؟ ولا ولا ايه؟